السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام شيخ، الله يعزك. الحمد لله. الله يرفع قدرك يا رب. يا رب وإياكم. استفسار بسيط يا شيخ، أرجو أن ترفع قدرك يا رب. تفضل. سأذنك، أنا كنت اشتريت جهاز كهربائي بقيمة 20,000 جنيه. أيوه. أنا الجهاز ده أنا كان متاح معايا 20,000 جنيه، بس أنا محتاج منهم 10,000 جنيه. تمام؟ فأنا انا دفعت الراجل التاجر، اديته ال 20,000 جنيه. تمام؟ وقلت انا معايا فيزة مشتريات تبع البنك، اسحب منهم 10,000 جنيه واكلم البنك اقسط ال 10,000 جنيه دياتي، اقسطها على قيمة اقساط. تمام؟ يعني قيمة اقساط ايه؟ مش فاهم، يعني قيمة اقساط بفوائد ولا ايه؟ 13% فوائد. حرام. أنا حرام. حرام. حرام يدخل في الربا. الله يسلمك. تمام يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي ولا كامل.